أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري وقواته المسلحة بالذكرى 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار 6 أكتوبر، نتذكر سويا الأسلحة التي كان يمتلكها الجيش في ذلك الوقت وقوته العسكرية الحالية، حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد إلى تعزيز تسليح الجيش بأسلحة متطورة ومتنوعة بين أسلحة دفاع جوي وبري وبحري. البداية مع القوات الجوية والتي لعبت دورا محوريا في تحقيق نصر أكتوبر، حيث كانت تمتلك مصر مقاتلات 21 و17 وسيخوي سو 7 بي ام وقاذفات القنابل توبوليف TU-16. اما القوات الجوية حاليا فقد انضمت الى القوات المسلحة دفعات من الطائرات متعددة المهام المختلفة، من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز رافال وF-16 بلوك 52، بخلاف المروحيات الروسية K-52 التمساح الهجومية وطائرات الميج 29 روسية الصنع، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا الأواكس. منظومة الدفاع الجوي كان لها دور مهم في حرب أكتوبر لعام 1973، حيث كانت تمتلك مصر صواريخ SAM-6 والتي تميزت بقدراتها الكبيرة على المناورة ضد الأهداف الجوية مهما بلغت سرعتها أو قدرتها على المناورة، بالإضافة إلى صاروخ S-75 دفنة. وشهد سلاح الدفاع الجوي تطويرا شاملا، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوي لمختلف الارتفاعات الشاهقة والمتوسطة والمنخفضة وشديدة الانخفاض والعاملة بمختلف النطاقات، والتي يمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة، الصواريخ البالستية والجوالة والطائرات الشبحية. ويتمثل تعقيد الشبكة المصرية في احتوائها على أنظمة رادارات مصرية وأمريكية وروسية، بخلاف منظومات صواريخ أرض جو متعددة المصادر، لتكتمل هذه المنظومة بأسطول القوات الجوية. وفي عام 1973 كانت هناك مهام عديدة ملقاة على عاتق القوات البحرية واستطاعت تحقيقها بنجاح، ومنها معاونة أعمال قتال الجيوش الميدانية في سيناء سواء بالنيران أو بحماية جانب القوات البرية المتقدمة بمحاذاة الساحل. كلفت الوحدات البحرية والغواصات بمهام بث الألغام والتعرض لخطوط العدو البحرية ووحداته الحربية في مناطق عديدة ومواجهة لسواحل العدو. وكان من نتيجة ذلك انخفاض معدل مرور السفن التجارية الإسرائيلية من وإلى البحر المتوسط، حيث قامت الغواصات بدور رئيسي في تلك الحرب، وذلك بقطع خطوط مواصلات العدو وحصار باب المندب. أما القوات البحرية حالياً فتم تسليحها بحاملتي الطائرات المسترال أنور السادات وجمال عبد الناصر، لتمتلكهما مصر للمرة الأولى في تاريخها، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك هذه النوعية. كما تم تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة في البحر واتزان قتالي عال، مثل الغواصات الألمانية الصنع والوحدة الشبحية سجم الفاتح من طراز جوين التي تم بناؤها بشركة نافال جروب الفرنسية، والفرقاطة من نوع فريم متعددة المهام. ولعب سلاح المدرعات دورا مهما خاصة بعد عبور قناة السويس،
حيث كانت تمتلك مصر دبابة 62 والتي تميزت بخفة حركتها وتفوقها في القتال الليلي. وحالياً تمتلك مصر أنواعاً مختلفة من الدبابات، كما انضمت مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة والتي تسهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام، حتى قفز وبشكل ملحوظ تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصري. ليس هذا فحسب، حيث يمتلك الجيش المصري قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعاً قتالياً يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر. كما اهتمت الدولة بالفرد المقاتل وتأهيله الذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً لقوة الجيش المصري بين عام 1973 وعام 2020. إلى اللقاء.